في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ستارت اب 331. ستارت اب لبنانيه جديده مايسيليوم مؤخرا اخذت عده جوائز، ولكن للاسف نظرا للاوضاع الراهنه بلبنان هي رح تنتقل هلا على فرنسا حتى تكمل الريسيرش اند ديفلوبمنت او الابحاث تبعيتها بفرنسا بستاسيون اف بباريس. فخلونا نتعرف على الشباب قبل ما يسافروا. أعزائنا باستوديو معنا باسم مكارم أحد مؤسسي مايسيليوم. باسم مرحبا. أهلا، كيفك؟ مايسيليوم إز ابتكار لبناني كتير حلو، عجبتني الفكرة. بس ما نشرح للمشاهدين شو مايسيليوم أصلاً، السيليوم شو هي؟ أوكي، سو أنا أكشلي عندي باكجراوند بيولوجي، تخرجت بيولوجي من أيوبي، سو عندي شوية حنية للبيولوجي. مايسيليوم هي بلاتفورم موجهة للسوفتوير إنجينيرز مثلنا. بتخليهم يعملوا سيت اب للكمبيوتر اللي بيعملوه قبل ما يبلشوا يشتغلوا. سو نحن يوجوالي اني بروجكت اللي عم بلش فيه في ستبس كثير بتاخذها، امرار بتاخذ 1 داي، امرار بتاخذ يمكن اسبوع كامله جاست تو سيت اب الكمبيوتر. سو للديفلوبرز الجداد شيء كثير معقد، بيكون كثير صعب، امرار عن جد بين ما يوصلوا ليخلصوا بيكونوا نسوا شو البروجي اللي بلشوا فيه. ولل developers اللي عندهم experience after time بتصير شوي boring الخبرية، يعني كل مرة عم نعمل نفس الشيء. So what Mycelium does إنه بتعمل setup automatically instead of days بتصير 10 to 15 minutes. You're cloning يعني السيرفرز؟ عم نعمل installation لفريمركس لتولز للايبراريز. هيدي usually بتروح بدل ما انت تروح تعمل بدل الليجو، اذا بدك ما تجيب قطعة قطعة وتقعد تركبهم بنعطيك شيء جاهز. سو نحن الكمباريزن اللي بنحب نعملها تنوضحها شوي هي اذا انت شيف عندك مطبخ وعندك منيو. سو قبل ما تبلش بمنيو بدك بيكون عندك تولز سبيسيفيك للمنيو. سو ليتس سي انت مثلا عم تعمل سوشي، بده يكون عندك سكين سوشي، بده يكون عندك رايس كوكر، بده يكون عندك سو اند يوجوالي اذا بدك تغير المنيو بدك يو نيد تو انتجريتد بالكيتشن اللي اوريدي عندك اياه. يمكن مش على طول بساعهم، يمكن بدك تغير شيء. سو هذا كله بروسيس معقد، اذا غلطت بمحل ممكن ياثر على البروجكت. سو مايسيليوم نحن بنبيعك مطبخ اوريدي مجهز حتى ما تضيع وقت وانت عم تعمل او ما تضيع كوست وانت عم تعمل المطبخ. سو انت بي جاست جو ان بتبلش تعمل تطبخ، بتبلش تعمل ذا امبورتنت بارت. اوكي، انتوا هلا اخذتوا عده جوائز بعده مؤتمرات ومسابقات، والفرنسويه حطوا عينهم عليكم. اوكي، خبرني على القصة. اوكي، سو نحن قدمنا على كومبيتيشن معمولة من لوريان لوجور اش او سي باري وسمارت ايزا ببيروت. ربحنا سكند بليس. اكشلي ما كان في سكند بليس، بس they liked us so much and they created a second place for us. We're going for 3 months على ستاسيون اف which is the largest incubator بالعالم.
we're gonna hopefully develop ال... طلبوكم specifically لانه it's a problem يلي بيعرف شوي بالتك بيعرف how big the problem is so and we're trying to tackle it so رايحين we hope انه to develop the business شوي اكثر هونيك we hope to raise money هونيك لانه الانفستر نتورك اكبر من لبنان وبيسكلي نحن يعني التارجت اللي قلنا مش بس لبنان التارجت اللي قلنا از ذا هول وورلد صح بس انه انا اللي ما تزعلوا مني بس اللي زعجني بالموضوع انه عم نخسركم يعني انا دائما بس كون قاعد مع ستارت ابس ما في ستارت اب بلبنان تنخلق للسوق اللبناني دائما بتبلش بلبنان وبيكون شغله مع برا بس هي بتضلها بلبنان انتوا لا رايحين هل انه انتوا رايحين وهون بدي اسال السؤال رايحين لانه الوضع الاقتصادي ما بيسمح ولا لانه هني قالوا لكم لا تعوا هلا رايحين لانه يعني ولا اثنين سوا اثنين سوا يعني بالنهايه الوضع معروف شو هو بس نفس الوقت هذا يعني بنحب نحن نكون اتليست الديفلوبمنت بارت من الشركه يعني ديفلوبرز فينا اذا بنوظفهم لبنان بنحب العكس يعني بدنا نساعد لبنان بنحب لبنان نحن بنحب ان بس اتليست النتورك اللي بدك تعمله بدك تبيع لشركه برا لبنان از ا ماركت سمول والاوبورتونيتي از هيوج ما فيك تضلك بلبنان مضطر تظهر منه لا انا مش عم بحكي انك انت فيزيكلي انك تبيع برا او كلهم بيبيعوا برا بس الهيد كوارتر تبعهم بيكون بلبنان ديفلوبمنت بيكون بلبنان انتوا لا مش هيدي الحاله انتوا عم بتروحوا لبرا عم يعني كانوا عم بتهاجروا كانوا ستارت اب عم بتهاجر مش شاب لبناني عم بيهاجر ستارت اب عم بتهاجر وهون عم تحكي عن كذا شاب يعني مش عم تحكي انه انت لوحدك يعني كذا شاب هيدا اللي انا زعجني بالموضوع هي كمان عندك تكنيكال بارت اللي هو يعني ليتس سي انت بدك احنا بدنا نعمل اونلاين بيمنت سو كمان عندك مشاكل بلبنان لانه منه مثل جيت ويز برا بيوثقوا فيك ما في بيبر هون ما في بيبر ما في اكزاكتلي سو ريلي الانفراستراكشر بعدها بلبنان منا از ماتش از وي هوب تو بالعكس لو انه نحن عندنا ذات انفراستراكشر اكيد بنضل the other thing that I personally think of, which is quite controversial, but I think حتى what Lebanon needs to do إنه يفتح أكتر الهجرة على لبنان يعني التالنت عندك تالنت بول أنت بلبنان بس بدك تعمل مثل دبي بدك تخلي ناس تجيبهم لقلب لبنان تيصير عندك أكتر developers لأنه اللي عم بيصير عنا بالعكس exactly so يعني بالأساس نحن اللوز لأنه حتى للإميجريشن منهم منيح منهم ما بيشجعوك صح إذا التالنت كتير قوي بأمريكا ما فيك تجيبه على لبنان صح مضطر صح. يعني مضطر تروح لعنده سو هلا أول شيء مين عم بيعطيكم funding؟ سو نحن كنا نشتغل بسامي اوف شور سامي اوف شور هي واحدة من أكبر شركات تك بلبنان عندها جلوبال كلاينتس باي بال سبواي ماكدونالدز سو بس بلشنا وي بيتش ذا ايديا تو ذم they liked it so much they decided to invest money with us so currently the first investment اللي اخذناه هو منهم ونحن في investment يعني من personal so like we bootstrapping وهذا اللي كان ماشينا يعني لهلا سنه وبعد عندنا شوي يعني السنه الجايه فلهيك يعني hopefully من هلا لوقتها بنكون بلشنا فتنا بالماركت بلشنا بين الجروث اللي قلنا وصار فينا تو اتراكت ايفن مور استاسيون اف شعبي او اش او سي يعني عن طريق استاسيون اف شعبي قدموا لكم بيقدموا لكم مصاري ولا عم بيقدموا لكم تكنيكال ولا عم بيقدموا لكم انفراستراكشر مكاتب شو لهلا هي موستلي انفراستراكشر كونكشن نتوركينج بس عندهم هلا ما فتنا بعد معهم بالنيغوشيشنز بس انه اي نو انه عندهم هن فند بيعمل انفستمنتس سو وي هوب بس نروح لهونيك بس تكون قلعت الشركة بعد أكتر they see basically they see it as a potential. good as a good as a good target to invest and they invest with us بس لهلا it's just an incubator إذا بدك in kind with the knowledge with the experience and with the connections إمتى الانطلاق على فرنسا بأكتوبر hopefully أكتوبر لآخر السنة بس مكارم هيدي الانترفيو يعني ما أنا شخصيا مشاعر شوي مختلفة داخلي وفي مثل عم بحس هلا بصراع داخلي انه انا بدي الشباب يطلعوا لبرا تياخذوا خبرة مظبوط وتيحتكوا مع اوروبا مع شركات تكنولوجية اوروبية بس يرجعوا لبنان انت عم بقعد معك وعم بتمنى لك كل خير صدقني بس انه اللي عم بحزنني انه عم شوف شباب مثلك
مش عم بيروحوا يحتكوا برا ويتبادلوا نوليدج والى اخره، لا عم بيروحوا لانه مضطرين يروحوا. فهيدي بتامل انه باقرب فرصه انكم ترجعوا. يعني عم بقول لك نحن اكيد يعني الكل بحب يضلوا ببلده، سو از سون از ذا انفراستراكشر اذا بدك از ريدي. يعني يا ريتنا نحن مثل دبي ريلي، لو انه عندنا ذات بوتنشل. ات وان بوينت كنا بلشنا بس ذن الاوضاع تغيرت. جود لك باسم وارفعوا لنا راسنا. انا اكيد ثانك يو ثانك يو. أعزائنا، معنا بالاستوديو إحدى سيدات الأعمال اللي أنا شخصياً بفتخر بإنجازاتها لأنه كان مشوارها منه هين أبداً. سيدة يسر صبرة، مؤسسة وكلني. مرحبا. Hi فؤاد، thank you. وكلني it started هيك عملية صغيرة، small operation، إنه نعمل معاملات عن طريق various services. اليوم وكلني كبرت، صار له قد ايه؟ صار له فترة 4 سنين تقريبا. 4 سنين، انا كنت بدي اقول 3 بس بعدين حسيت انه اكثر. فبدي اياكي بس تخبرينا كيف بلشت وكلني من سمول اوبريشن لكيف صارت اليوم. مزبوط، هي بلشت فكرة كومبليتلي غير على اللي نحن فيه اليوم، حتى الاسم تركب على اساس الفكرة الاساسية. انا بالاساس ايم ان الكتريكال انجينير، مهندسة كهرباء، وكنت اشتغل وبعدني بشتغل بالصين. عايزينك يعني. كنا نشتغل كونتراكتس لابارتمنتس ولاوفيسز، نخدمهم تكنيكال سيرفيسز، يعني عندي لمبة محروقة، عندي اي سي منه شغال، هالكايند اوف سيرفيسز اللي نحن كنا نلبيها انا كموظفة كمان كنت وقتها. بس كمان كان يجينا كثير طلبات مختلفة من الشركات، بدي اقدم على عدات كهرباء، بدي اقدم على خط تليفون، بدي ابعت هالورقة من هالمحل لهالمحل، بدنا ابعت تشيك. هون تكونت الفكرة انه هالسيرفيس في لها حاجة. واجا فكرة وكلني من هون، انه كانت مفترض تكون كونسيير سيرفيس للاشخاص اللي عايزينها، وبالاخص اللي عندهم ريكوستس من الدولة. كانت هاي من احد اكثر الاساسيات اللي كنا على اساسا نبلش نشتغل فيها. بس بسرعة اكتشفنا من اول ما بلشنا عن جد نشتغل مع الزباين انه اكشلي في ديماند كثير كبير من الشركات اكثر من الافراد على هالكايند اوف سيرفيس. وكمان كانت بالفترة 2016 بعده عم بتبلش التجارة الإلكترونية أو الإي كوميرس، وكانوا البلايرز الكبار بالماركت اللي بيقدموا لوجيستيك سيرفيسز ما كتير يركزوا على هالنوع من السيرفيس، من هالنوع الماركت اللي بحاجة لها هالنوع الكاستمرز. وبالأخص ما كان في كمان حدا يلبي الشركات الصغيرة اللي عم تشتغل إن إي كوميرس. وهون بلشت الفكرة وبلتت على 3-4 سنين، صرنا هلا رابع سنة. وتوداي نحن التخصص تبعنا از ان لوجيستكس، وعندنا فوكس كثير كبير على الاس ام ايز اللي بيشتغلوا بالاي كوميرس، وبنقدم لهم خدمات لوجستيه يلي هي عباره عن دليفري سيرفيسز. بنعمل بيك اب دليفري، بنعمل شيلفينج وستورج، يعني بيقدروا يخلوا البضاعه تاعيتهم عندنا بالمستودع. نحن بنعمل فولفيلمنت للاوردرز. يو ديليفر ايتش اوردر؟ وي ديليفر ايتش اوردر من دون ما يعرف الزبون انه هو هيز بينج ديليفرد باي وكلني. يس، ونحن تحولت الكونسبت من انه نحن عم نخدم بي تو سي، يعني افراد عم نقدم لهم، مع انه بعده عنا. يعني توداي انت بتقدر كفرد تفوت على الويب سايت او تنزل الاب او على او باي فون تحط ذيس كايند اوف ريكويست، بس ماجوريتي تبع الشغل ونحن الفوكس تبعنا از مور انتو بي تو بي البزنسز. سو انت اليوم از ا بزنس اذا عم بتبيع الاغراض اللي لك اونلاين، بس بحاجه انت عم بس بعدكم بي تو بي تو سي. بي تو بي تو سي، ذات مزبوط، هيك الطريقه المزبوطه اللي حتى تتوضح. يعني نحن الاخر اليوزر اللي بيشوفنا هو الانديفيدجوال اللي طالب من الاونلاين ستور او اللي طالب من البزنس. صح. هالاكسبانشن هذه اللي عملتوها، هل انتم من انت بلشتي جفرمنت سيرفيسز؟ نكون واضحين يعني انه عم تعملوا معاملات للدولة. بعدها بنعمل بس اتس وان، بس خفت شوي هلا صار في يو اكسباندد. يس، الفاندنج اللي تتوسعي تتعملي هالاكسبانشن بتكلف مصاري، ان كان من افراد، ان كان من تكنولوجي سيرفيسز، ريكروتينج، موتورسايكل، فييكلز، اللي هو هالاكسبانشن هذا التمويل اجى من شغلكم الاساسي ولا دخل معكم ناس تشجع انه يجوا انفسترز ولا كيف صار؟ نحن الاكسبيرينس تبعنا منه كثير تيبيكال اكسبيرينس اوف ستارت اب لبنان، يعني بتلاقي كثير ستارت ابس عندهم ان ايديا بيدخلوا على انكوبيشن بروجرام او على اكسلريتر بروجرام او بيكون عندهم فند ذات از سبورتنج. لاحظت انه وكلني ما فتوا بكل هالامور. ما فتنا في سبب، لانه نحن ما بلشنا دغري عن التكنولوجي، نحن بلشنا بفكره عم نطبقها بالاوبريشن، ولوقت طويل لاول سنتين ونص تقريبا نحن التكنولوجي اللي كنا عم نشتغل عليها ما نحن كنا بنملكها، يعني لانه ما كان عندنا الكيبابيلتي وما كان
كان عندنا الفندنج لنقدر نعمل هذا الشيء. سو لسنتين ونص كنا نستعمل بلاتفورمز موجوده بالماركت، وحتى كمان اشتغلنا وذا لوكال ستارت اب فور ا وايل، كانوا بيقدموا لنا التكنولوجي لهذا الشيء. بعد سنتين ونص اكتشفنا انه التكنولوجي از ا فيري بيج بارت، اتس فيري امبورتنت انه تكون بارت من البزنس موديل اللي عندنا، ولازم تكون انه احنا نمتلك هذا التكنولوجي، لانه اليوم عم نتعلم على الارض وعم نطبقه على على البلاتفورم اللي عم نستعمله. لحتى نقدر نعمل هالشيء وما عنا الفندنج، one of the ways اللي عملناه احنا دخل معنا an angel investor اللي هو they are technical development company، دخلوا in kind services بيسموها، يعني بياخدوا shares مقابل الشغل اللي هن بيعملوه. و this has been لقلنا model كتير successful كتير، لانه حسيتي انه الشركة اللي كانت عم تعملكم technology انه يعني انت كنت it was a good relationship بس انه حسيتي you needed a native app yes not a service from شركة تانية. yes definitely يعني it worked for a while، بس انا عندي دائما انه اللي بيوصلك لهون ما بياخذك لهنيك، what gets you here doesn't take you there. so لاول سنتين ونص it was a very right decision، ما كان عندنا الكابابيليتي وكنا عم نتعلم اصلا. كمان هيدا الستارت ابس بالعاده بيعملوها بالقلب، بيعملوا التكنولوجي بيروحوا بيجربوا بنرجع نعمل اتيريشن which is fine، بس نحن from our end تعلمنا على الارض شو لازم، كيف لازم يكون عم نشتغل، كيف لازم يكون شكل التكنولوجي، شو الفيتشرز لازم نحطهم، وما بقى كان بيناسبنا انه تكون مفتوحه هالتك يعني كل هالابديتس اللي يعني احنا عم نطلب انها تكون عم تنعمل، انها تكون شيرد كمان مع other people that are using it. we needed to own it ourselves. يعني from a business perspective عم بحس كانه اشتغلتيها backwards. yes we did. بلشتي بالسوق ورجعتي لورا للتكنولوجيا تشوف شو بدك تعمل. exactly that's exactly it. وهيدا كمان من الاشياء اللي خلينا نغير شوي او نرجلج السيرفيسز اللي احنا عم نقدمها، انه نحن بلشنا بشيء كانت فكره، وقت اشتغلنا على الارض اكتشفنا انه اوكي الفكره يس، بس في يمكن بارتين من الماركت بحاجه اكثر لهالشيء، ودائما نحن بنعدل على هالاساس، ودائما عندنا امبروفمنت على السيرفيسز اللي عم نقدمها حسب الاحتياجات السوق اللي هو عم بيتغير، يعني كيف بيتغير. حارجع على سؤالك اللي سالتني. كمان along the way كان عندنا حظ كتير حلو ان احنا دخل معنا كذا angel investor. يعني along the way لحديت اليوم احنا we're not backed by VC funding. we are in the process، يعني already عم نشتغل مع several VCs اللي هن عم بيدرسوا الملف تبعنا وعم بيدرسوا الستارتاب اللي لقلنا. بس till today احنا we were funded across السنين، دخل معنا several times angel investors on board، وهذا الشيء اللي خلينا نكبر. بدي أسألك عن VCs لأنه ذكرت الفنتشر كابيتالز. why do you need it؟ يعني تكون أنا بسأل يعني. يعني لا. do you need it to expand لبلدان أخرى ولا do you need it لأنه الوضع اللي نحن فيه؟ why do you need a VC؟ أوكي. قبل ما كنت أعرف كان بس إنه هذا typical هيك لازم يكون، وكان أكتر كمان إنه إذا الشركة ناجحة يعني أخذت يعني بتعرف تقدر تأخذ VC funding، وإذا لا. وأنا كتير يعني عانيت نفسيا حتى كمان إنه واحد يفهم هذا، يعني في كتير pressure من الإيكو سيستم إنه أنت تكون إذا you're not backed by a VC كأنه you are tier 2 for example، which is not true أبدا، منه this is not true صح. at all صح. اليوم نحنا when we look وبتصير احسن وقت تحس حالك انه انت actually you don't need the VC، منك بحاجه للفي سي لحتى تقدر تكبر، بس هو بيسرع لك العمليه اكيد، يعني بيعطيك ريسورسز بس بياخذ من حصصك. يس، بس بنفس الوقت عم بيعطيك فرصه انه تعمل اشياء بطريقه اسرع، وعنده الكونكشنز انه يقدر يدخلك. كان بقول لك انا اللي بستفيد اللي بشوفه انه بستفيد اكثر من المصاري انه هو انه بيكون عنده نتورك. يس، خصوصا برا لبنان، يعني صح. اليوم اذا بدك تفكر تطلع لبرات لبنان ذس از على الارجح هي الطريقه الافضل، ونحن ذس از واي بهالستيج صرنا اكثر مركزين انه ذس مايت بي سمثينج انه لا اكشلي نحن وي دون نيد. يعني اويلكس yeah. انتوا عملتوا تاي اب، يعني انا بدي احكي عن دي اتش ال واويلكس، يعني هل هالتاي اب مع هالشركات الكبيره هيدي هاو از وكلني سيرفيسينج ذا ماركت، هاو ار دي سيرفيسينج ذيز بارتنرز ذات يو تايد اب وذ، what's the involvement؟ هل هني دخلوا معك بوكلني ولا you're totally independent ولا how is it؟ بس هيك نفهم from business perspective مش ندخل بتفاصيل. yes إلك شغلي، نحنا أقوى سلاح marketing عنا إياه أو سلاح sales عنا إياه هو ال word of mouth أو ال customer satisfaction. customer satisfaction
وفي شيء اسمه هيك تيرم انا كثير بحبه اسمه ايفنجيليكال ماركتينج، معناته انه انت اليوم الزبون اللي لك بيصير هو السفير تبع البراند. يعني انا كثير من الزبائن اللي بتجي لعنا بيكون حدا حكي لهم، مش بس حكي لهم يعني ضروري تشتغل مع وكيل، ما تفكر تشتغل مع حدا ثاني. هذا الشيء بخلي واحد خلص انه they don't look، ما بيطلعوا بيصيروا. وهذا الشيء هو كان عن جد من اكبر العوامل اللي خلينا نكبر، خصوصا انه مثل ما قلت لك ما كان عندنا هالفاندنج لحتى نقدر نصرف نسخه على السيلز او على الماركتنج كامبينز. كبرنا بهيدي الطريقه، ووقتها كبرنا الحمد لله يعني كمان صار ينسمع بالاسم باسامي كبيره مثل او ال اكس او مثل غير كمان يعني اسامي كبيره عم نشتغل معها. وبكل الكيسز انت بتعرف ان كانوا الاكس او غير اسامي هو الانترناشنال براندز. الانترناشنال براندز عندهم بروسس كثير ستريكت بيمشوا فيه، هو بيمشوا بي ار اف بي، يعني بيمشوا بي بيطلبوا بروبوزل من 3 أو 4 ديفرنت سبلايرز بالماركت. واتس ذا فيوتشر بهالاوضاع اللي نحن فيها وبهالتخبط اللي نحن فيه هلا، هاو دو يو سي ذا فيوتشر؟ عم بسالك هون من بوينت اوف فيو فاوندر بزنس اونر، كيف بتحس هلا؟ كلنا قلقين اذا بدي، كلنا مشغول بالنا، بس انت هاو دو يو سي؟ هلا قبل الازمه في، انا بشوف الازمه في تو بارتس، ازمه كوفيد وازمه الاقتصاد اللي بلبنان. كوفيد كان عندها كثير بوزيتيف امباكت على الشغل اللي لقلنا، لانه كثير من البزنسز اضطرت تقلب او كانت مأجلة انها تروح اونلاين وتصير تبيع على التجاره الالكترونيه، اضطرت انها تسرع بهذا الموضوع. وهالشيء نحن انعكس ايجابي للبزنس اللي لقلنا. ولكن البارت الثاني اللي هو الازمه الاقتصاديه اللي عم بيعيش فيها لبنان سبيسيفيكلي، انه طبعا كثير صعب، اتس ا فيري بيج تشالنج. والمشكله انه ما عم نقدر نعرف شو جاي بكره، يعني اذا انت او ما وصلنا بعد لبلاتو. يعني انا من الناس يلي ما بفقد الامل بسهوله ابدا، وبعدني ما فقدت الامل صراحه، بعدنا طحشين وبعدنا بدنا نوسع. ونحن من اسبوع فتحنا مكتب بسور، صرنا كمان يعني بعدنا من الناس اللي عم تركض. بس حط علينا تشالنج كثير كبير، انه اليوم ما بقدر اعمل فوركاست لقدام لانه كل يوم عم تتغير. اكزاكتلي هذا اللي كان انا سؤالي بصراحه اوصل لهون، انه از ا بزنس اونر انت اليوم بتطلعي بتقولي اوكي انا عندي اكسبانشن بلان برات لبنان، بس انه هلا انه خليني بس اكشلي هلا بركز على الاكسبانشن بلان. اكزاكتلي هلا هالوضع الاقتصادي خليك تفكري بالالترناتيف ماركتس، انك تسرعي موضوع الالترناتيف ماركتس عن اللوكال ماركت. يس اوف كورس، احنا اوريدي عم نفكر باوتسايد ماركت، ومش بس لنا يعني. احنا اليوم البزنسز اللي موجودين بلبنان، الاي كوميرس، البراندز اللبنانيه، بمجرد ما نحن نطلع على ون نيو ماركت نحن قادرين ناخذ معنا هول البراندز. لانه احنا اليوم وي اوفر ستورج سولوشنز كمان، سو نحن قادرين البزنسز بدك تكفي ستورج برا كمان. يس اوف كورس، وللبراندز اللبنانيه كمان تو اوفر ذم نيو ماركتس هن يكونوا عم بفوتوا عليها كمان. واو. بس يو نوت ماركتينج ات لهيك. وي ديدنت ستارت يت. اوكي. من الطرق يلي بتريحني نفسيا انه نحن انا بحط انه صرنا نحط 10 بلانز. يعني اليوم اذا نحن الفوليوم تبعنا كان هالقد بالشهر نتصرف بهالطريقه، واذا كان هالقد نتصرف بهالطريقه، واذا كان هالقد نتصرف بهالطريقه، يعني حاطين كثير سيناريوهات، وبكل سيناريو شو اللي المفروض نحن نكون عم نعمله. ومنراقب كثير السوق يومي، يعني عم بتطلع على البزنس مش بطريقه بقى شهريه ولا اسبوعيه، صرنا بنطلع عليها عن جد بطريقه يوميه لنقدر نعمل بروبر فوركاست قد ما فينا نكون عم نحمي حالنا لقدام، نحمي التيم اللي معنا كمان. What are your hopes؟ My hope مع انه شوي يمكن نايف، بس عن جد my hope انه انا دائما بقول ستارت ابس بلبنان اثبتوا انه عن جد في عندنا جود ليدرشيب. كل هالستارت اب اون اللي عم بيديروا هالبزنسز عندهم قدرات انهم تو ينظموا حالهم ويشتغلوا ويطلعوا نتيجه منها. هول هن القياديين اللي لازم يكونوا بمراكز القياده، اللي لازم يكونوا عم بينظموا البلد. يعني اليوم اللي عم بيحكموا البلد ما عم بيحكموا بطريقه منظمه. يعني ماي هوب از عن جد انه نحن نوصل لمحل انه البلد يكون فانكشنينج بطريقه يرجع يجذب هالعالم اللي كلياتها الادمغه اللي نحن تركتها. انا خيي عند الشرف انه خيي من الناس يلي هو هيز وان اوف ذا يعني من البارتنرز اللي بالشركه، ولكن ولا مره كان عايش بلبنان، يعني كان يساعدنا ريموتلي. هو من الاشخاص اللي كثير قليله اللي اخذت قرار بهيدي الازمه انه يترك دبي ويرجع على لبنان تو جوين اس فول تايم، وهالشيء كثير حيكون عم بيساعد بالبزنس اللي لنا. بس هيدا عكس التيار اللي هو ماشي صح. فيه كل هالادمغه وكل هالناس عم تطلع لبرا،
صارت يعني سوري بس انه لمين عم نترك البلد. سو انا ماي هوب از انه شوي نقدر ريفرس شوي هذا الشيء. يوسف صبرا ثانك يو فيري ماتش فور ذا انترفيو وثانك يو فور يور اونستي كمان. وبنتمنى لك وكلني بعد هالاكسبانشن اللي حضرتك عم تفكري فيها. ثانك يو فيري ماتش. ثانكس. بلشت مع وكلني و it was the beginning. يعني بلشنا نكبر من وقت ما اشتغلنا مع وكلني. actually I'm gonna add support also because they're always here to support me, to help me when I go crazy sometimes. I call them. They're the ones who reassure me. Definitely reliability. وهذا كان كل شيء لليلة. نلقاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد. إلى اللقاء.